انطلقت القوافل الطبية لمؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر داخل مستشفى سفاجة المركزي. شهدت القوافل الطبية إقبالا كبيرا من أهالي سفاجة، حيث ضمت القافلة عددا من التخصصات الطبية مع معمل تحاليل وصيدلية ومركز أشعة، كما يتم صرف العلاج بالمجان مع توفير فرص للمبادرات الرئاسية الصحية. المبادرة ابتدت شغل في مجموعة من التخصصات. موجود عندنا 7 تخصصات، احنا عندنا في تخصصات النساء وتخصصات الأطفال والأنف والأذن والعظام والبطنة والصدر والأسنان. المبادرة ممتدة على مدار اليوم، بتقدم الخدمات وبتقدم العلاج والدواء للصرف كله بالمجان. عندنا مجموعه كبيره من التخصصات الطبيه، القافله بتقدم الكشف مجانا وبتقدم اشعه وتحليل وادويه بشكل مجاني للاسر. القافله بتشهد اقبال كبير من اهالي سفاجه في كافه التخصصات المتوفره معانا النهارده. عندنا في نفس الوقت بمركز شباب سفاجه مجموعه كبيره من انشطه التوعيه وورش التدريب للاطفال وللكبار. احنا دورنا تنسيقي واعدادي، لما يكون في حاجه زي كراتين جايه مساعده للاسر الاكثر احتياجا بنستقبل الكراتين دي، بنحطها في مخازن خاصه لينا، بتبقى عندنا قاعده البيانات الخاصه اللي بناء على الابحاث اللي معموله للاسر دي. بعد كده بنعمل حصر للمناطق جغرافيا، وبعد كده بنتحرك كل مجموعه بتاخد منطقه توزع المساعدات دي على الاسر.